السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا أمارات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا مساء الورد والياسمين والجمال على عيونكم كلكم يا أحلى أمارات. تابعيني النهاردة وشوفي معايا بقى الروتين بتاعنا النهاردة. روتين جامد جدا، روتين يوم الجمعة، روتين مسائي. خلصت بسرعة علشان عيونكم يا أمارات، عشان ألحق أن أنا أنزله معاكم. ده ترنج جوزي كنت رقعاه كده، وقلت بقى اما انا اغسله كده وانضفه الاول كده معاكم، وبعد كده انضف الحمام ونخليه كده بيبرق، نخليه كده حمام فنادق، حمام كده يعني ايه، نضيف كده وزي الفل. قبل اي حاجه نحط اللايك، حطولي اشياء يا جماعه، اللايك والاشتراك والتعليق. اهم حاجه كمان تكتبولي كده تعليق كده محفز علشان استمر في القناه. انا بحب تعليقاتكم جدا، بتحفزني كده ان انا استمر، ان انا دايما انزل لكم كل ما هو جديد. بشكر كل من انضم لقناتي، قناة منوعات عالم لوكا. بحبكم في الله، يا أحلى عيلة لي على اليوتيوب. بتمنى منكم دايما التواصل على قناتي، بتمنى دايما البحث عن اسم القناة كل يوم. اتمشي كده وشوفي لك فيديو واتنين وتلاتة، ويا رب القناة تعجبك يا حبيبة قلبي. يلا بينا بقى نشوف الروتين بتاعنا النهاردة، روتين جامد جدا، اوعي تفوتي منه لحظة. يلا بينا نشوف بقى الروتين كده مع بعض.